رجعنا مع حضراتكم كابتن محمد حليم. حليم، يعني قبل ما اخش في حرس الحدود والموسم اللي فات، او يعني توليك المسؤوليه على مستوى المدرب العام ثم الرجل الاول ثم رحيلك ثم عودتك تاني، خلينا نتكلم على رقم في التقرير لفت نظري جدا. قليل جدا في مصر تلاقي لعيب بيقعد 15 سنه في نادي واحد، وعايز اعرف سبب ارتباطك قوي بحرس الحدود وعدم انتقالك، رغم كان في فرص تتنقل لبعض الانديه في الدوري، لكن تمسكك بحرس الحدود بشكل كبير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كابتن هاني، حرس الحدود انا اعتبرته بيتي، انا من النوع العاطفي شويه، كنت بتعامل بالعاطفه بشكل كبير جدا. رحت نادي حرس الحدود من 99، بطلت موسم 2015، قعدت ثلاث مواسم في الممتاز به مع حرس الحدود، كان باسم السواحل اياميها مع كابتن محمد عمر، كانت البدايه، وبعدين كابتن طارق العشري. صعدنا موسم 2002، يعني ارتبطت بالنادي ارتباط كبير جدا، حسيت ان هو بيتي. حتى لما يعني حصل فرص ان انا اطلع، يعني كنت حتى بروح يوم ما اقدرش اكمل، ارجع تاني على طول. يعني رحت قبل كده؟ يعني رحت مع كابتن حلمي تورون اتصابت مره، يعني اتفقت معاهم وخلاص وخلصت كل حاجه، ما قدرتش رحت راجع. مع كابتن طلعت يوسف بثلاث اضعاف المبلغ في تليفونات بني سويف، ثلاث اضعاف المبلغ، قعدت يومين معاه في التمرين ورجعت تاني، ما قدرتش خالص والله. فكان عندي 36 سنه كمان، ومجدد معاهم سنتين، واخد ثلاث اضعاف المبلغ، رجعت مره ثانيه. كنت مرتبط كبير جدا يعني عاطفيا، يعني من النوع العاطفي شويه، كنت مرتبط ارتباط، يعني حاسس ان انا مش بره حرس الحدود، مش هحيا.